ازيك يا عليكم سيدي؟ السلام، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، والله كله تمام الحمد لله. ما شاء الله اكلاتك جميله واحنا بنحبك خالص. تسلمي لي يا حبيبتي، يا رب. بتعملي طيب حاجه؟ نفستي حاجه من الحاجات اللي احنا عملناها؟ كنت عملت طريقه الكيكه اللي هي الاسفنجيه دي، بس كيكه جميله. طب الهنا والشفا حبيبتي، الهنا والشفا. عايزاكم بقى دايما تصوروا الحاجات اللي انتوا بتعملوها، عشان خلاص قريب ان شاء الله جدا هنعرض التطبيقات اللي انتوا بتعملوها والصور بتاعتكم، ونشوف كل واحد عمل ايه من التطبيقات وايه اللي نجح معاكم وايه الكلام ده كله. طب عندك اي سؤال؟ عايزه، معلش، عندي دي كرومه وعايزه طريقه الحشو بتاعها. حاضر، عايزاه روستو في الفرن؟ طيب حاضر، هقولك احسن طريقه للديك الرومي الروستو. تمام، انا عن نفسي بعمله كده. الديك الرومي بتطلعيه، بس لو مجمد بتطلعيه فك براحته خالص، ما تفكوش ولا في ميه ولا في حاجه سخنه ولا الكلام ده، سيبيه فك براحته خالص في التلاجه، يفك يوم يومين براحته تماما خلاص. وبعد كده هتجيبي حاجه بقى، لو هو كبير يعني هتجيبي ايا كان طبق كده بلاستيك كبير ياخد الحجم اللي عندك ده، وهتحطي معاه هتمليه ميه، وبعدين تحطي نص كوباية ملح الأول، ده لازم يتنقع فيه، نص كوباية ملح نص كوباية خل في المية، وتسيبيه منقوع حوالي مثلا 5 6 ساعات يشد كل الزفارة اللي في الديك الرومي خلاص، ونغسله كده من بره ومن جوه ونسيبه منقوع. هتلاقي حتى المية بعد كده لونها وردي كده، فيها دم شوية خلاص، يسحب كل الزفارة اللي في الديك الرومي. بعد كده هتجيبي بصل وطماطم وجزر وتحشي بيه، بس بعد ما ينشف خالص. طلعتي الديك الرومي من المحلول اللي انت نقعتيه فيه، اللي هو بتاع اللي احنا غسلناه فيه، وبعد كده هتغسليه خلاص بميه نظيفه وتسيبيه ينشف خالص، او تنشفيه بمناديل مطبخ او حاجه ان هو يبقى ناشف من جوه ومن بره، عشان الميه دي بتزود زفاره الديك الرومي خلاص. هنحط البصل والطماطم والجزر جوه الديك الرومي، الخضار اللي جوه ده هنرميه بعد ما يستوي. كل الخضار اللي جوه ده هيسحب كل الزفاره اللي عندك في الفراخ في الديك رومي، سوري. تمام، فهنرمي الخضار اللي احنا هنحشيه من جوه ده، هنرميه، ونجيب بقى بوكي جرنيه كده نحطه على الصاج بتاع الفرن اللي احنا هنحطه، كرات، كرفس، جزر، بطاطس، بصل، سوري، طماطم، الكلام ده كله نفرش صاج بيه، وبعد كده نقعد عليه الديك رومي. الديك رومي بقى من بره هنعمله ازاي؟ هنجيب نص كوباية زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط عليها معلقة صلصة وملح وفلفل بس، مش أكتر من كده. هقلب كل ده مع بعض لحد ما يبقى عندي معجون. المعجون ده هدهن بيه الديك الرومي بتحت الجلد كمان بتاع الديك الرومي خلاص، مش هعمل فيه حاجة تانية خالص غير كده. زبدة لينة، معلقة صلصة عليها، شوية ملح، شوية فلفل، هعملهم مع بعض لحد ما يبقوا معجون. عايزاهم يبقوا معجون كده خالص، ادهن بيه الديك الرومي وتحت الجلد بتاع الديك الرومي، هغطيه بفويل كويس قوي، وبعد كده هدخله فرن على درجه حراره 200. عندنا اختيارين، هحط الفويل الاول وبعدين اشيله الوش يتحمر، او الوش يتحمر وبعدين اشيل الفويل خلاص، على حسب بقى وزنه. كل كيلو هياخد معاكي نص ساعه في الفرن، يعني على حسب بقى وزن الديك الرومي، ممكن ياخد 3 ساعات، ممكن يوصل ل3 ساعات ونص على حسب وزنه خلاص. كل كيلو بياخد حوالي نص ساعة. ده الديك الرومي الروستو هيطلع معاكي تحفة.